لا نقول، لأن الاجتماع اليوم كان دور عندنا مهم، هو مشاكل اللي نعاني منهم بصفة مثل المزارع بصفة عامة، في المشاكل اللي تعاني منهم كافة المزارعين والتعاونية بصفة خاصة اللي قريب ذلك من 5 سنوات والله 6، كان دائما الدولة ترد عليهم لفتة كريمة، والعام بعد متضررين ياسرين والفائدة ما رأينا من الشيء وراشين والله على فخامة رئيس الجمهورية، للناس اللي مهمشة والمزارعين اللي متضررين في الحملة الماضية، لأنها تجبر لفتة كريمة كما قال أخ الأمين العام للحراك للدفاع عن المزارعين، لأنهم عقبالهم حملة معروفة وعندهم وزير عنده قدرة، وراجين في الله هذه القدرة لأنها تلحق ذي الناس اللي هشة. احنا بعد فاصلين ولا ترينا شيء، احنا ترينا شيء فاصلين من المزارعين بصفة عامة، الدعم اللي عدل النسبة اللي حدت التأميم اللي جاء السيركلير اللي جاء، لأن ما أنا مصرين به اللي ما هو اللي كنا مخرصين له، كنا مخرصين شيء اشبه من ذاك، وراجين الوزير والطاقم الحكومة الوزير الأول عنهم يردوا لفتة لهاي ولاية تلازي للمزارعين كاملهم كلهم شو هذا هذا المبارك معه. السلام عليكم ورحمة الله. محمد الإمام محمد، الأمين العام للحراك الوطني للدفاع عن حق المزارع. إحنا هون موجهين هذه الكلمة لفخامة رئيس الجمهورية، نظرا أن نعيش ظروف خاصة استثنائية نتيجة مخلفات الحملة الماضية والخسارة اللي عاشوها المزارعين بصفة عامة. لذلك نوجه هذا الطلب المليح لفخامة رئيس الجمهورية اللي يهدف إلى مراجعة التعميم الصادر عن وزارة الزراعة المتعلق بأسعار الأسمدة، بحيث نطالب بمجانية الأسمدة أو على الأقل يتم منحنا 50% كمساعدة. كما أننا نطالب أيضا بمكافحة جادة وفعالة، الهدف منها هو مكافحة الآفات التي قد تقضي على المحصول في الحملة الجارية. وبالتالي أملنا كبير أيضا في وزير الزراعة، نظرا لأنه شخص من هذا القطاع ويعرف القطاع جيدا وله القدرة على التعامل مع هذه المعضلات والمشاكل كاملة المطروحة على القطاع، وراجين إن شاء الله أنه لا يسعى في ذاك. وأملنا كبير في المرحلة الحالية اللي احنا بالحقيقة نعيشه ونعتبرها مرحلة استثنائية.